وأنا أخواتي تابعوا أخوكم حميد في طريقه إن شاء الله إلى مزرعة أخرى. نشكر جميع الإخوان والأخوات اللي انضموا لهذه القناة، شجعوا هذه القناة المتواضعة، وإن شاء الله بتشارك معكم هذا الفيديو. أنا غادي نرحل إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله ربي ما تجيش تاش تشد في الطريق، لا غادي بالمطر ولا غادي بالمسائل ديالي الماكلة وكل شيء. كما كتشوفوا الشكارة، ودعوا معايا الإخوان. شوفوا الإخوان والأخوات، راني دابا غادي بيهم إن شاء الله، غادي نكياكلو في الطريق باش ما يتمشاوش بزاف، باش يتمشاو وحده وحده، غادي كياكلو كيحبسو كيتمشاو، ما كاين الطريق، راه كاين شي 15 كيلومتر إن شاء الله، أنا غادي بيهم وحده وحده. هامو دي 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 هادو هما الديور ديال البادية الإخوان، لي الناس لي كتعيش في البادية كيما كتشوفو. ما شاء الله عندهم ديور زينين. دي مزرعة جاي تابعني. دي 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 ما كتشوفوا الاخوان والاخوات، يلا عاد خرجتهم من الشانطي دابا، ما كانوا الطوموبيلات مورايا بزاف، صافي ان شاء الله دابا راه نشدير ندوز عام للبلادات من الاراضي ديال الناس، مي ماشي مشكل. ما كتشوفوا هنايا راه الديور، يا اي بلاصه، المهم كاع البلايص اللي فيهم الشانطي كتلقى الديور في جنابهم، وكاين اللي ساكنين عاود ثاني في الجبال، كتشوفوا كيبان قرب التركة ما شاء الله، راه هو داك اللي كيبان منه. لي كلاب نفعوني ما شاء الله، كلاب هما لي نفعوني، كل ما الكلاب راه مشكلة، واحد وحدو غادي مع الشانطي تقريبا راه 400 رأس، لا إله إلا الله، الحمد رسول الله، بفضل الله وبفضل الكلاب راه تغلبت عليهم. هاكي هاكا Venga por allá, venga, venga por allá, métela para abajo, métela para abajo, venga Lu, Maika, Luna, venga, venga, métela para abajo, métela ahí, vale, ven aquí, bonita, ven aquí, Luna, Luna, ven aquí, ven aquí. ان شاء الله الرعاه موجود هنا، ندير واحد بحال الشكل ديال الفاصه بيرسه تيقولوا لها هنايا. هنا في هاد المنطقة لي سي تيسكنو بزاف في البادية وفي الجبال، هما الإنجليز والألمان، كاين بزاف هنا الإنجليز شاريين هنايا شاريين في البادية، الإسبان قاع لي رحلو مشاو للمدينة باعو الديور ديالهم الإنجليز، هادشي في 2001 2002 كان كيبيعو كان تمن مزيان، فاش كانت إسبانيا بدات تطلع
في 2001 2002 حتى الازمه ديال 2008 باعوا لك كثير الديور ومشاو للمدينه وباعوهم للانجليز والالمان. دابا كاين واحد النسبه كثيره ديال الانجليز تيسكنوا في الباديه. تقريبا اكثر من الاسبان، الاسبان اللي تيسكنوا في قلت لكم الاسبان الاكثريه راه مشاو يسكنوا في المدن، وهنايا غير الانجليز والناس الاسبان اللي باقيين في الباديه اللي عندهم الكسيبه، عندهم الكسيبه وعندهم اراضي فلاحيه كثيره، هما اللي كتلقاهم باقيين في عندهم التراكتورات باقيين كيخدموا للناس وكيفلحوا، تلقاهم ساكنين في الباديه. وكما كتشوفوا ما شاء الله هما دايرين لهم هنايا ملاعب القرب، غير هنا الديور راكم الديور اللي وريتكم راه ماشي شي ديور كثار، غير في الباديه ودايرين لهم ملاعب القرب. ما كيقربوا لهم كلشي باش ما يهاجروش للمدينه، دير لهم ملاعب القرب، كاين اي حاجه موفرين لهم السكن ما شاء الله. شوفوا راه كتشوفوا ملاعب القرب دايرين الدراري الصغار فين يلعبوا، داك باركي باش الناس ما تحاول باش ما تهاجرش، باش هاد المشكل ولا في اسبانيا ديال الهجره للمدينه عندهم هاد الازمه هادي كثرات مؤخرا. لونا بناكي نفعوني تو المعقول نفعوني هاد الكلاب، ها هما اليوم لي كل ما هما كون صحفني هاد المعز. ما كاين على الطريق كاين الشجر، كاين شجر الزيتون كاين اللوز والمعز، داكشي علاش يقلب داكشي تيعجبو. كما كتشوفوا الاخوان والاخوات كما سبق وقلت لكم راه بان هنا كان عندهم هاد الجبال غير الغابه، كما كتشوفوا راه هاد الفيرما ديال الزي ديال اللوز، وهي ما بقاوش كيحيدوه سمحوا فيه ما بقاوش يحرطوه، ولا نط في الغابه ولا ثاني نط من جديد. كيعجب هاد عرس اش يقولو هاد النوع هذا ديال الأشباه هادي، هادشي راه في الطريق، هادشي راني غادي دابا اليوم زرعة أخرى، الدار هنا راه غير هنايا في البادية في الخلا، الناس كاع عندهم الحديد كلشي عندهم الطوموبيلات عندهم السيارات ديالهم باش كيتحركو هنايا، ما عندهمش مشكل واخا تيسكنو في البادية ما عندهمش مشكل في الترونسبور. ما شاء الله من دار اخرى عاوتاني في هاد الجهة. وهاديك ليله هاديك الغابه هاديك راه كانت زيتون، كانت زيتون وراه ما بقاوش يسمحوا فيها، راه كما كتشوفوا ولات غابه. كاين الريح بزاف، نتمنى هاد الفيديو يطلع بقى شويه من الريح، وما تبخلوش علينا ديروا لايك وشاركوا هاد الفيديوهات مع الاصدقاء ومع الاحباب والاقارب، تابعونا في هذا القناة باش يوصلوا من جديد إن شاء الله. هاد اللوز راه ما شاء الله راه فيها، مي راه سامحين فيه كما كتشوفوا، هاهو فيها اللوز، وأنا مكيحيدوش، عطا الله خير.
ودابا ما كيعطيوهمش المساعده، هادو اللي ما كيدفعوا عندك البلاد فيها اللوز ولا الزيتون وما كتدفعش معاهم حتى كونترولي، وداكشي اللي عندك داك انت كتدفع كتبيع راك كتجيك المعاونه ديك المساعده ولا داك الدعم اللي عطيت الدوله، ما كنتيش كتبيع سامح في الارض ما كتخدمها ما كتستغلهاش راه ما كتاخذ والو، كيعطيوك لا دعم لا والو، خاص انا كلشي كيديكلاريو به الكسيبه ولا الفلاحه ولا الغله اللي كيعطيك الزيتون ولا اللوز باش كتبيع هاديك الساعه راه كديكلاري كيخلصوك الضريبه ايبا كما تيقولو هنايا ليبا. الشجره ما عمرو شحال هادي ماكله هاد الماكله، غاد نصطلهم ان شاء الله حتى تيشبعو في الطريق، انا غادي عليهم وحده وحده. لونا ما شاء الله الشجره ديال البلاط بناكي لايكا بناكي لايكا بناكي هنكا هنكا بابا هنكا لايكا هنكا 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 بابا هنكا بوريا ما شاء الله على البرد الكولي شحال بناكي بالي بالي بناكي بالي بناكي لونا لايكا بين هي كتسمع البرد الكولي لايكا كتسمع على لونا لونا لا لونا بناكي بنتي بناكي لونا اسمي كاسا هنا به صرت هاد هت لي فالي شوف على الاخوان راه شفت كنقرب ان شاء الله بقات لي تقريبا ثلاثة كيلومتر باش نوصل ان شاء الله. شوفوا الماعز راه جاي يتابع علينا ان شاء الله، كلو راهم غاديين قدامي الزيتون تبارك الله راه غامر وال تبارك الله الزيتون سوا الشتا باش يزيد يتمر مزيان حتى في هاد المنطقة راه مناظر جميلة تبارك الله. هيا كاين هنايا أراضي زراعية علاش بلاصة لي فيها شوية الأراضي مبسوطة فيها شوية فيها الزراعة، الأراضي اللي فيها الجبال فيها غسل فيها هادشي ديال الشجر شجر الزيتون واللوز. والمناطق اللي فيها الأراضي مبسوطة راه فيها الفلاحة ما شاء الله فيها الهضاب، تا البلاصة اللي فيها الهضاب راه فيها الفلاحة مزرعة غالي سبحان الله عارفين الطريق هادي ما هادي طريقهم من هنا تندوزهم كل عام كندوزهم من هنا يكون جاهم العطش شي باش غاديين دابا خصهم يوصلوا باش يشربوا الماء ان شاء الله بحول الله. وانا الاخوات كما كتشوفوا راه حنا وصلنا الحمد لله في امان الله وحفظه انا والمعز
عاد وصلنا دابا كما كتشوفوا هذه هي البلاصه فين جيت جديده دابا ديال المزرعه الجديده فين جيت ورجناهم لهنا مع تما ديك البلاصه فين كانت جهه التركال ما كاينش تما المغازه فين يكونوا ما غاطين على الشتاء فهاد السيمانه ان شاء الله وما كاينش فين يكونوا تما داكشي علاش اللهم تشربوا الماء ما شاء الله ما وصلوا بخير وعلى خير وان شاء الله راه عندي واحد الشهر هنايا فهاد البلاصه وغنمشي تاني لبلاصه اخرى ان شاء الله من بعد نقربوا يولدوا شوفوا الجو راه طباب اللهم ارحمنا برحمتك سقينا يا رب ونتمنى ما نكونش طولت عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتشوفوا إن شاء الله فيديو آخر جديد وشكرا للجميع وبارك الله فيكم.